بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين نفرح مع بعض بالدفعة الجديدة للفأس. شوفوا دلوقتي وانا بكلمكم الكتكوت ده طلع ازاي. لسه حالا لسه طلع دلوقتي من البيضة. يعني انا كنت فاتحة الفيديو وهو كان لسه في البيضة. بصوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، لسه حالا طلع من البيضة. فيديو النهاردة عايزة اقول لكم على حاجة حصلت لي غريبة جدا. ان الكتاكيت دي طلعت على 19 يوم بس، مش على 21. المفروض بتطلع بعد بكرة، فلقيت النهاردة الصبح البيض نفسه صوته طالع، وانا كنت نسيت انزلهم في الدرج، كانوا لسه على الرف، فنزلتهم في الدرج الحمد لله لقيت فيهم 3 فاتحين. فبسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. والوقت تقريبا مش عارفة، تقريبا 24 ولا حاجة، 23 او 24. النهاردة اليوم 18 او يعني يعتبر طلع 18 او 19 يوم. هو تقريبا لو حسبناها كده منقر على 18 وطلع على 19. حلو قوي، بدري، سبحان الله، يعني حاجة معجزة والله، يعني من معجزات ربنا ان هو يطلع بدري. طبعا الفقاسة احنا مش معلينها ولا حاجة، هي في 37.5 درجة اللي مفروض بنحطها، والرطوبة عادية ما فيهاش اي مشاكل، بس تقريبا علشان الجو حر وكده، واحنا كنا مرخوين الايام اللي فاتت الفقاسة ما اتفتحتش نهائي، مع ان كان فيها سمان، بس السمان لسه كام يوم عليه، يا دوب حطنا السمان، حتى ما فرزناش البيض، البيض كله بحاله اهو. يعني ايه، انا لسه بشيل معاكم القشره اهو، لسه القشر بتاعه هو بتشيل معاكم. كمان هقول لكم على حاجه حلوه هتفرحوا بها دلوقتي، شوفوا كده ايه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نسبة الفأس حلوة. اللي موجود ده كله جماعة مش بيض، ده دون بيضة على الفرغ بتاع الكتاكيت. تمام. الحاجة اللي انا بقى ايه اقول لكم عليها، ان انا استعرت كده كام فرخة من عند اخويا. الفراخ دي هندي، فالحمد لله بصوا طلع لنا ايه كام واحد هند اهو، اللوك شكلهم حلو قوي، بسم الله ما شاء الله حجمهم كبير مش صغير. فين هو؟ كان كنت انا شايفه 3 تقريبا. بصوا شوفوا دون هندي، ده كده هندي، هشوف العرف بتاعه عامل ازاي، تلاقوه كده القامه بتاعته عاليه، اشوف العرف بتاعه، العرف بتاعه نايم ازاي. هو ده كده هندي، هو فيه تقريبا 2 او 3 طالعين هندي، بس انا خدتهم كده على جنب، لان هي الفقاسة محطوطة تحت شباك، ولو انا يعني فتحت الفقاسة، وطبعا الحرارة هتتسرب منها عشان فيها بيض تاني، فيها بيض سمان وكده، ولو فتحتها الحرارة تتسرب والهواء هيدخل للكتاكيت، فانا قلت ايه اجيبها على جنب كده في حتة دافية واسجل معاكم. وده برضو هندي اهو ما شاء الله، لسه طالع برضو من شويه، هو لسه ما نشفش جامد اهو، بصوا اهو هندي، ما تقريبا كانوا 3 هندي او 4 يعني، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. في حاجه عايزه اقولها بقى، بالنسبه للبيض دون، البيض اللي احنا القشر البيض اللي احنا بنطلعه ده، ما بنرميهوش، بنغسله بميه وديتول ونعقمه كويس ونسيبه ينشف في الشمس خالص، وبنسحنه خالص، بيبقى عامل زي الحبوب الصغيره، وبنخلطه مع العلف وبندهولهم ياكلوه، مش بندي بقى للكتاكيت الصغيره دي، لا بندي للفراخ نفسها. تمام. ف الله اكبر الله اكبر، معلش انا هقفل علشان الاذان. ورجعنا تاني يا حبايبي نكمل بقيه الفيديو بتاعنا. انا عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله، بصوا لسه كام واحد فاتحين هم النقرين،
يعني اكيد 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 على 13، على 19 يوم يعني ما فيش فراخ بيطلعهم، حتى يعني في الصيف ولا في الشتاء يطلعهم على 19 يوم. 19 يوم دول يعني سبحان الله معجزة. طب انا وبعدين انا كاتبة يعني ومتابعة وكده، كاتبة يعني بقالهم قد ايه وداخلين يوم كذا، لان انا حاطة كده لازقة ورقة على على الفقاسة، وبكتب الرف الاول داخل يوم كذا ونزل الدرج يوم كذا، الرف التاني كذا كده يعني. تمام. مش عارفة بقى، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، مش عارفة بقى السر ان هو يطلع على 19 يوم دون ايه. فاللي يعرف طلع ليه او سبب، حد يكون عارف كده حصلت له، حصل له الموقف ده، يكتب لي في الكومنتات سبب خروج الفأس على يوم، على اليوم 19. تمام. على فكرة اليوم دون انا كنت بحطهم المغرب، ما كنتش بحطهم من الصبح يعني، ما اخدت يعني، هو البيض بيجي المغرب من الحظيرة من عند الفراخ وكده، فبرصه على المغرب ما برصهوش الصبح يعني، حتى ما يكونوش كملوا من ما يكونش كملوا 19 يوم يعني. احنا لو قلنا هيبقى 18 يوم كاملين وبداية 19، شوفوا اللي لسه طالع دون، بصوا ما شاء الله ده لسه هنده، شوفوا من العرف بتاعه هنده معروف، شوفوا عامل ازاي. فهو بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، مشروع الفقاسة مربح، مشروع جميل جدا جدا جدا. انا لو ما طلع ليش كتاكيت يعني مثلا خلال 3 4 اسابيع ببقى زعلانة، انا عايزة كل شوية اشوف كتاكيت. مش مهم بقى ان هم يبقوا كبار ولا يتربوا ولا اكسب منهم ولا كلام من ده، لا، شوف العرف بتاع الهندي، شوفوا عشان تعرفوا الفرق بين الهندي وبين ايه البلدي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بتتلاقوا حجمه كبير شوية ورفع راسه كده، وتتلاقي العرف بتاعه عامل كده يعني، عبارة عن ايه زي حتة لحمة كده. شوفوا مقربوا لكم شوية او اوضحوا يعني، تعالى بص كده، شايفين العرف عامل ازاي، هو ده الهندي. وبرضو بصوا واحد تاني اهو جنبه، اهو واحد تاني نفس الموضوع هندي. شوفوا بقى البلدي البلدي جنبه بيبقى عامل ازاي، شوفوا البلدي، شوفوا معروف البلدي بيبقى عامل ازاي، بيبقى شريط واقف كده اهو دون ايه، ده البلدي. ده الفرق بقى بين البلدي وبين الهندي. وحتى البيضة بتاعت الهندي بتبقى كبيرة شوية. انا بصوا معلش انا اسفه موضحه يعني، هو في فرق بين الهندي وبين الرومي. تمام. شوف بيبص ازاي عايز يتصور. دول بسم الله ما شاء الله 24 كتكوت، ولسه الباقي هو نصه منقر ونصه يعني ناقر، في كتير ناقر، في كذا واحده، بس انا مش عايزه ايه يعني ايه العب فيهم واقلبهم وادورهم، لانهم بيبقوا فاتحين في البيضه من فوق، فانا مش عايزه بقى ايه افضل الفهم كده، بشيل بس ايه اهو بسم الله ما شاء الله اهي، اطلعها لفوق كده عشان ايه يعني. دول مثلا يجي لهم مثلا 8 ولا حاجه يفتحوا بالليل، والباقي الصبح ان شاء الله، او على ميعادهم بقى على 21. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده حبايبي، وان شاء الله يكون يعني فرحتم معايا بيه، واللي استفاد من معلومة فيه، هو طبعا كان في معلومة الفرق بين الهندي والبلدي، اللي استفاد منها واتبسط منها يسيب لي كومنت تحت، وما تنسونيش في اللايك، واللي مش عندي يشترك عندي بعد اذنكم يعني. شكرا ليكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.